صافو الما منين جاي الخير عاد يلا. الخير ديال الله، شوفوا الما تبارك الله. واش هذا فيديو اللي داير هذاك؟ صافو الما منين جاي الخير ديال الله، شوف تبارك الله. قلنا نتقلوا شويه هذاك، ايوا قلنا نتقلوا شويه صاحبي اش عندك؟ هاك هاك التليفون هاك نتقلوا شويه قول شدوكم وما شاونا باش نشدوهم تا هما غادي طالعين الخو اش عندك؟ وبلاش باش تشدو كاملين غاديين اصاحبي. فهمني هذاك بقاو ما تطلعوش. انتوما اللي جايين باش تضربوا الطريق هاك هاك. شدوهم كاملين. خلي راه شاعر خدام. دراري شدوهم كاملين. تقلوا باش. هيا العلام. احسن علام. سي مراد. تحية السعد للكوموندو هاني السعد ام صابين وصل ها سير سير دور شوف في المتابعين السهل شي رساله للشعب على تطوان ويجيو يزوروا المناطق في الحقيقه كنطالب الناس كاملين يجيو للداخل داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن الحقيقه اللي جا لمدينه تطوان يجي يزور هاد الجبال كاين هنا الغابات كاين هنا الطبيعه كاين هنا شي حاجه زينه وكلهم خوتين مغاربه بغيت لهم قصر في الجنه امين كان يدير لهم هاد الخير في الجنه والله يخلي لهم والديهم ووليداتهم امين تا هي السعلال
هذا بوعنان فوق بوعنان جبل فوق بوعنان العياشي تشرد العياشي هو هذاك الليل حبقى سميتو الهدف اننا نوصلوا ديك القمه الجديده اللي نضافت للقمه من الشمال بحكم اننا طلعنا جميع القمم اللي في الشمال تي متطوعين من المدينه من جامع مسواق ضافوا هذه القمه هذه للبلان ديالهم وكنا يعني نزورها وتلاقينا مع السي علان وكان نهار كبير نهار كبير منين تلاقينا تحية السي علان أكيد أيوا الناس سهل الناس عايشين على البركة ديال الله ساكنة وسط الجبال سبحان الله ولد كازا كنشكر خويا ايوب الله ينصرك اخي ايوب كنشكرك اخويا ايوب والعز البيضاوة الله يحفظك اخي ها هو السي علان معاه قال لك بيضاوة قال لك بيضاوة الحرار اللي يجوزو عار
5 كيلومتر باش خاصنا نوصلوا لهاد الجبل. 5 كيلومتر ضربنا على رجلينا. كيفاش؟ بغينا كنتوما تعطيو شي أسئلة. الشعب هو تكلم انت الاول في المنطقة. اعطيهم شي حاجة. حدنا نور مازال باقا نزيدو. الطبيعة الخلالة. شحال هذا في دقيقة؟ 14.